حسن الهلالي رئيس لجنة الاحتراف التابعة للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ. فكيف ما هو معروف يوم السبت 8 أوت ديال هذه السنة هذه إن شاء الله مدينة طنجة بالضبط وبمناسبة عيد العرش المجيد غادي تكون واحد التظاهرة كبيرة اللي هي الجائزة الكبرى للكيوان اللي غادي تكون بملعب الزياتني يعني القاعة المخططة الزياتني القاعة الجميلة بمدينة طنجة من تنظيم فايت ليج المؤسسة اللي كيشرف عليها البطل العالمي فكري التجارتي البطل المغربي المقيم بهولندا وعدة مرات بطل العالم في التاي بوكسينغ وكذلك تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ وبتعاون مع بلدية مدينة طنجة. فهذه السنة هذه غادي تكون يعني تجربة لأنه علاش حاولنا بجهد المستطاع مع المؤسسة ديال الفايت ليج باش نجلبوا يعني 8 ديال أحسن الملاكمين يعني كاينين الان في الصحف وزن اقل من 70 كيلوغرام باش يعني يحاولوا يفوزوا بالقيمه ديال الجوائز ديال هاد السنه هذه اللي حددناها في 200 الف درهم يعني 20 مليون سنتيم. كنظن انه في المغرب كتجربه اولى يعني واحد الرقم مهم وهي القيمه هنا يعني ليست يعني بالقيمه ديال الملحه ولكن ديال الابطال المشاركين واللي غادي يفوز واللي غادي يستطع يفرض راسو كرقم واحد في هذه الميزان هذا لانه كيف كتشوفوا يعني 8 ديال اللاعبين اللي كاينين كاين كم من الطيران كيعرفوا يعني اللاعب هذا فائز عده مرات بلقب المنظمة العالمية WMC والكل كيعرف قوة الملاكمين اللي كيلعبوا الألقاب ديال هاد الهيئة هذه يعني الاتحاد الدولي للمحترفين وكذلك هناك البطل المغربي يعني المقيم ببلجيكا اللي غادي يلعب تحت لواء يعني الراية البلجيكية اللي هو ياسين بيطر يعني ياسين بيطر الآن معروف في الحلبات الأوروبية حاصل على عدة ألقاب فائز في عدة لقاءات من المصنفين يعني العشر الأوائل يعني عند الاتحاد الدولي وكذلك أعطينا يعني فرصة للاعب محلي بطل مغربي مقيم بالمغرب يعني خريج البطولة المغربية 100% اللي هو سفيان التعواطي. سفيان التعواطي يعني هذه السنة هذه يعني دار واحد يعني فاز هذه السنة بعدة لقاءات منهم التظاهرة الأخيرة ديال المحترفين اللي كان فاز على تايلاند وكذلك حائز على حزام يونتس بسان نازير مؤخرا بفرنسا وانا ذاك فاز على بطل العالم ديال فيبا ديال الملاكمه العربيه على بطل من المانيا وكان قدم واحد العرض شيق يعني خلى انطباع جميل وكذلك هناك يعني فرصه ثانيه لواحد المغربي اللي هو هذه السنه هذه يعني دار سنه ممتازه فاز بزاف ديال اللقاءات اللي هو وليد حميد المقيم بهولندا وكذلك هناك ابطال من دومينيكان ومن انجلترا اللي هو الكويلان حتى هو فائز بطولة العالم ديال الفيبا يعني كتشوفوا يعني 8 لاعبين كلهم يعني ما تقدرش يعني تحدد شكون الفائز بهذا اللي غادي يفوز بهذه البطوله هذه اللهم يعني الخبراء ديال هذه الرياضه هذه وكذلك الناس المتتبعين يعني كيرشحوا الكفه للبطل التايلاندي اللي هو كيم. طيب شكرا للجمهور ديال هذه الرياضه مولفين بان مثل هذه التظاهرات تكون في الداخل اي في مدينه الرباط او في مدينه طنجة بالذات. يعني الله مركزية الرياضة يعني الرباط يعني عنده حق في الرياضة مدينة الرباط ما نساوش الآن يعني مدينة عاصمة البوغاز اللي هي مدينة طنجة الآن اللي يعني
الحمد لله المشرفين على هذه المدينة هذه يعني مؤخرا قاموا بعمل جيد. تم إنشاء قاعة ممتازة مواصفات دولية اللي الصراحة اللي هي قاعة زياتن اللي عندنا الشرف باش نضموا فيها هذه البطولة. والحمد لله يعني بما فيهم السيد العمدة فؤاد العماري الصراحة ما قصرش الجهد ديالو وعطانا يعني ساعدنا اللي فيه المستطاع داكشي اللي قد عليه ورحب بينا ويعني والبيت ديالو كان مفتوح لينا وكنشكروه من هذا المنبر هذا. وكذلك يعني كنظن انه هناك جمهور كبير في مدينة طنجة وبالاخص يعني المهاجرين ديالنا العزاز من اوروبا من فرنسا من بلجيكا من هولندا بالضبط لانه هذه الامسية غادي تكون هولندية شوية 100% منظمين من هولندا حكم من هولندا وحنا كنفرحوا بالجاليه ديالنا وحتى هما الصراحه اللي مزيان فيهم انهم في الصيف فضلوا باش تكون في شهر 8 باش يكون واحد اليوم نجمعوا فيه هاد الناس هادو ونفرحوا بهم. خبير شنو هي الحضور اللي تتشوفها عند المغاربه؟ يعني حدود يعني متوفرة. الأبطال المغاربة كيف كتعرفوهم يعني النفس الطويل والقتالية يعني والشجاعة في الحلبة. وكذلك ما ننساوش من هنا باش هناك لقاء كبير اللي غادي يكون بين البطل العالمي التايلاندي الأسطورة سينتشاي أزيد من 300 مقابلة احترافية ألقاب يعني يعني من غير حساب كيف كيقولوا اللي غادي يواجه البطل المغربي الصاعد حمزة السوسي. حمزة السوسي هذه السنة فاز في جميع اللقاءات ديالو عنده جمهور كبير اللي كيتبعوا. أنا مؤخرا كنت في هولندا وشهدت لي واحد اللقاء يعني أنه عندما تم نداء اسم حمزة السوسي القاعة كله يعني جنبات الملعب ديال قاعد مدينة هوفدورب في هولندا يعني كتصيح بهذا الاسم وكتشجع هذا الاسم. اسم كبير اللي صاعد الان ان شاء الله في الحلبات العالمية. طيب نتمنى لكم التوفيق والتوفيق للمغاربة ديالنا. كنشكر أبطال باريس يعني على التغطية لهذا الحدث هذا وكنتمنى ان شاء الله باش تكون معنا يعني يوم التظاهر وشكرا.